الأنبياء، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام البلغاء نبينا وسيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأهل بيته الشرفاء وأصحابه الكرام وسلم التسليما. فستعلمون حفظكم الله ورعاكم ما ابتلي به العالم من هذه النادرة الخطيرة، لا شك أنه امتحان وابتلاء من الله جل وعلا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين. والواجب علينا رضا بقضاء الله والقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالأمر لله جل وعلا، ألا له الحكم والخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والواجب على العباد أن يكوي إيمانهم بالله جل وعلا، وأن يكون حسن ظنهم بالله تبارك وتعالى عظيما، وأن يكوي يقينهم بالله تبارك وتعالى، وأن يلتجع إليه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ثم إن الواجب على المسلمين جميعا أن يأخذوا بتدابير الوقاية والاستراءات الاعتراضية، وقد اتخذ العالم كلها عديدا من الاستراءات والتدابيرات الوقائية كلها تصد في مسألة حفظ النفس وحفظ البدن، لأن المسؤولية حفظ الأنفس مسؤولية عظيمة، وهي من منطلقة شريعتنا الغراء ومقاصد ديننا الإسلام العنيفية. ثم أيها العباد، لا بد أن يكوي إيمان المسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما هو الإيمان. لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو قدر الله تبارك وتعالى، ولا بد على المؤمن أن يؤمن بالشر القدر وأن يؤمن بخير القدر. فالله سبحانه وتعالى فهو قدير على كل شيء. ثم إذا تأملنا بما حدث في العالم هذا، لا بد على المسلم أن يفكر كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ آلنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويغفر لأينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين.